بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. واليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن فيدورا 18، إيش جديد وإيش صار وإيش ما صار. بعطيكم تجربتي بالنهاية، هل هي تستحق التحميل ولا لا. طبعا جربتها لمدة يومين بشكل افتراضي وليس بشكل وهمي، أعطيتها تجربة محترمة، ومن بابها تجربة راح أكلمكم عنها. طبعا فيدورا واحدة من التوزيعات التي لا يمكن إهمالها، بغض النظر عن بعض الدبيانيين المتعصبين اللي ما يحبون الفيدورا. انا واحد من الدبيانيين زمان وما زلت اقول لكم ان الفيدورا توزيعه قويه. خليكم معي، خلونا نشوف ايش موجود بالفيدورا اليوم. الملاحظة بتوزيعات الفيدورا مؤخرا، توزيعات 17 و18، اللي هو النافذة هذه اللي تسهل على المستخدم معرفة أو الوصول السريع للنظام. هل أنت تبي تجرب الفيدورا أو هل أنت تبي تثبت الفيدورا؟ طبعا النافذة تظهر لك أول ما تسوي إقلاع. بالنسبة لي اخترت واجهة نوم، ليش؟ لأنه الأغلبية راح يستخدمون نوم، لذلك اخترت نوم. بالمناسبة فيها تطويرات كبيرة. خلونا نتكلم على الأشياء الجديدة اللي موجودة بالفيدورا. استخدموا النواة اللي هي 3.6، حلو، فاصلة 10. استخدموا KDE 4.10، ما يعني انك راح تحصل استقرار واريحية وسلاسة اكثر من واجهة KDE. استخدموا اللي هي 3.6 جنوم، واستخدموا جنوم شل ايضا كواجهة افتراضية. من الاشياء ايضا اللي حسنوا بالتوزيع او بالاصح بالنوم 3، انها صارت قريبة جدا للاجهزة اللمس، تمام؟ مما يعني انك لو عندك جهاز لمس ممكن نزلت عليه الفيدورا وبالجنوم شل راح تلاحظ انه في تقنيات كثيره وكبيره ممتازه وتخدمك بالتاتش. خلونا نشوف ايش عندنا وايش موجود بالنسبه لطريقه تثبيته، لانهم غيروا طريقه التثبيت عن سابقا. نفترض اني ما اتكلم عن طريقه التثبيت، تمام، لكنهم غيروا طريقه التثبيت الان الى طريقه تثبيت محسنه، مما يعني انك راح تركب التوزيع بسرعه. لكن فيها وجهه نظر، لانه الانستولر الجديد اللي هو محمل التوزيع الجديد اللي خليه تنزل على على الكمبيوتر شبه غامض جدا على شخص ما يعرف لينكس، لذلك الشخص اللي عنده خبره بتثبيت لينكس قبل راح يقدر يثبت فيدورا. شخص ثاني غير هذا ممكن يثبت فيدورا لكن ممكن يفقد بياناته بشكل كامل بسبب تقسيم الهارد ديسك الجديد اللي هم سووه. خلونا نشوف. بالبداية انت راح تاخذ واحد من الاثنين، هل انت بتجرب فيدورا او هل انت تبي تثبت فيدورا. احنا راح نثبت فيدورا وبعدين راح نتكلم عن فيدورا وسطح المكتب حقه. نضغط هنا، اوكي، هنا نبدا اللي هي التثبيت. زي ما قلت لكم، اذا كنت شخص مبتدئ ما تعرف لينكس او توك جديد توك مستخدم لينكس، ابتعد عن طريقه التثبيت هذه او لا صح ابتعد عن فيدورا. اوكي، خلونا نشوف ايش فيه. ما في جديد هنا، زي ما انتم شايفين محسنين شكل التصميم. خلونا نضغط على continue من هنا. اوكي، هذه واحدة من التحسينات اللي هم سووه، وزي ما قلت لكم الموضوع في غموض شوي. لو تلاحظ انه تم يعني الوقت تمام والكيبورد تمام، لكن اللي عليها النجمة هذا والعب على صح عليه المثلث هذا علامة التعجب، هذا يعني انه يحتاج الى ضبط يدوي منك كمستخدم. زي ما انت شايف كاتب لك تحت please complete the items marked with this icon before continuing to the next step. معناته انه اي شيء حاطين على العلامة هذه انت لازم انك تدخل وتعدله. خلونا نضغط عليه ونشوف. طبعا هنا اللي هو البارتيشنز، تمام، طبعا اوتوماتيك بارتيشنز ما يصلح، اللي هو التقسيم التلقائي، لانه قد يحذف بعض معلوماتك او يرسح كل معلوماتك، لذلك لازم تدخل تسوي يدويا. تضغط على اللي هي انستول اند ديستنيشن، راح يجيك الهارد ديسكات اللي اساسا موجوده بالنظام. اللي موجود عندي الهارد ديسك حق الفيرتشوال بوكس، تمام. طبعا انت بعد ما تخلص تضغط على الهارد ديسك اللي تبي تثبت عليه النظام، تحط على كونتينيو من تحت. اوكي، قاعد يظهر لك انه بل 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 الى اخره. انت حط اي دونت نيد هيلب، حلو، بالشكل هذا بحيث انك تقدر انك تسوي اقسام. طبعا زي ما قلت لك، بما انك اساسا تدري وش حنتكلم عنه، ريكليم سبيس بالشكل هذا، ضغط عليه. راح يوديك الى الاقسام الاول صح الهارد ديسك والاجزاء الموجوده بالهارد ديسك. خلونا نشوف ايش عندنا. طبعا هنا اساسا في فيدورا 17، حلو،
في دور 17 له تقسيم زي ما انتم شايفين، هذا هو. احنا راح نلغي التقسيم اللي هو خاص بالبوت مثلا. هذا حذفنا البوت. راح نحذف الروت بعد، طبعا حذف من عند علامة الناقص هذه. السواب بعد خلوه يلحقهم، تسوي واحدة جديدة عشان يشوفون طريقي. اوكي الان ما عندك اي شيء، اضغط على هذه. طبعا في حال انك تبي تسوي تلقائيا، لكن احنا نبي نسوي يدويا. ليش؟ عشان نسوي الاشياء احنا نحتاجها، او بالاصح ان قد نتلف بعض البيانات لذلك ننتبه. اضغط على علامة الزائد الماونت بوينت. لاحظ انه كان سابقا بالتوزيع يعطيك الخيار انه في قائمة مسدلة، لكن الان لازم تسوي بالعلامة بالشكل هذا، تمام؟ بحيث انك انت بيدويا تضغط على العلامة وبعدين تقوم انت وتحط اللي تبيه. بالنسبة للديزاير ديباسيتي، بصح كباسيتي اللي هي الخاصة بالحجم اللي تبيه يكون لذي. عندي هنا بالحجم 8 جيجا، خلونا نحط الروت 6 جيجا. اوكي اد ماونت بوينت. الان عندنا روت زي ما انتم شايفين تلقائيا تعرف على انه اسمه روت. خلونا نضيف واحد ثاني، او بلا صح قبل ما نسوي شغله نضغط على كاستمايز. من هنا تقدر تختار نظام الملفات زي ما انتم شايفين. طبعا هو تلقائيا راح اختار XT4 في حال انك شو اسمه اخترته كجديد راح اختار XT4. خلونا نضيف واحد ثاني ديزاير ديباسيتي، خلونا يصير كم باقي توتال سبيس، خلونا نخلي هذا واحد 1024 بحيث ان هذا نخليه للسواب. سواب تمام. طبعا لازم تكتبه زي ما انتم شايفين كل شيء يدوي، يعني لو شخص ما يدري وش هو لينكس راح يظلمونه بالمثبت هذا. اوكي خلصنا، عندنا هذا سواب وعندنا هذا اللي هو الروت. بالنهايه راح احط على فينش بارتيشننج. طبعا زي ما قلت لك انك لو عندك شيء معين تبي تعدله تختار المفك هذا وتعدل عليه. طبعا الان قد تكون جاهز للتثبيت، تمام؟ بالنسبه للايرور اللي انتم شايفينه هذا قدامكم، هذا مجرد ايرور لانه على الفيرتشوال بوكس وياخذ فتره طويله حتى انه يستكشف الهارد ديسك. الان خلونا من موضوع خلونا الحين من موضوع تثبيت التوزيع، خلينا ندخل على التوزيع. طبعا انتم شفتوا الخيارات الجديده، احنا خلينا ندخل على التوزيع ونشوف قلب التوزيع وش فيه. بعيد التشغيل وراح ادخل الهارد ديسك اللي جنبي عشان تشوفون التوزيع على الطبيعه، خليكم معي. اوكي الان اكلمكم انا من التوزيع نفسه بعد اللي هي الاقلاع منه بشكل افتراضي. من الاشياء الجميله بالتوزيع طبعا اكلمكم الان من واجهه جنوم، راح اكلمكم عن مميزات اللي بالجنوم. طبعا الجنوم استخدمت 3.6. مميزات 3.6 هي كالتالي: لما تحط الاكتيفيتيز من هنا لاحظ انه حطوا ايقونه خاصه بالبرامج. سابقا كانت البرامج تظهر مباشره، هذه الحركة حلوة. ليش؟ لأنه أحيانا لما تعطل على الأكتيفيتيز تأخر شوي بحيث ما يفتح. الآن لأن البرامج لا تظهر راح يفتح معك على طول. لو ضغطت من هنا راح تطلع لك البرامج زي ما أنتم شايفين. في حاجات كثيرة، في أشياء كثيرة بالجنوم 3.6 تغيرت اسمه، من ضمنها اللي هي ديسك يوتيليتيز صارت اسمها ديسكس فقط. أيضا من ضمن الأشياء الموجودة اللي تويك تول، لو نزلتوها كان اسمه قبل هذه كان اسمه قبل جنوم تويك تول، الآن اسمه تويك تول فقط. يهمك تعرف انه في سوفت وير مانجر جاي مع التوزيعه. بعض الناس للاسف يسميه متجر بينما هو ليس متجر وانما مدير برامج. هذا المتجر هو اللي موجود على الابونتو، اصبح بشكل متجر لانه في برامج بفلوس بالابونتو، بينما هنا على الفدورا البرامج كلها ما فيها اي برامج تجاريه بشكل عام. لو دخلنا ايضا على مدير الملفات من هنا راح تلاحظون ان مدير الملفات تم تطويره بحيث انه الشريط العلوي ما يظهر، الازرار مظهر من فوق. طبعا بعض الناس راح يتضايق من الشغله ذي، بعض الناس راح يحب الشغله ذي، انا حبيتها لانه حط عندك امكانيه انك تسحب النافذه من هنا، ايضا حط عندك امكانيه الاغلاق من هنا، تمام؟ بالنسبه للباقي الادوات الخاصه بالايديت والشغلات هذه اللي كانت موجوده هنا، ايديت والشغلات ذي ممكن تحصله من هنا اعتقد بروبرتيز. اوكي راح نسوي اغلاق من هنا. من ضمن الشغلات الموجوده ايضا كلمتكم سابقا اللي شاف الهانج اوت سابقا تكلمت عن الجروم، صارت شوي قريبه او الملائمه مع اجهزه التاتش.
الان لو سويت لوك للشاشه لاحظ انك تقدر تفتح اللوك بالرفع على فوق، تسحب هذه على فوق. ايضا من ضمن الاشياء الموجوده الكيبورد صارت سهله للكتابه، صارت واضحه جدا زي ما انتم شايفين. لو عندك جهاز تاتش راح تنبسط جدا مع الكتابه. هذه الاشياء اللي واضحه جدا بالجنوم، طبعا فيها الجماليات زي ما انتم شايفين دي. عموما هذه الجماليات ليست من فدورة من الجنوم، الفدورة لا تعتمد على الجماليات. بالنهاية الرسالة للمستخدمين لا تستخدم فدورة اذا كنت مستخدم جديد، نظرا لان الفدورة ليست موجهة للمبتدئ، للمتوسط تقريبا واللي عنده خبرة بشكل عام. اعطي الفدورة تقييم من 10، اعطيها تقريبا 9.5، نعم 9.5. النص هذا او قدر نقول 9 بسبب اللي هو محمل التوزيع الجديد صار غامض بشكل عام، ما حبيته. لكن عموما التوزيع انا اعطيه 9.5، لو ضبطوا الشغله هذه بالانستور اقدر اقول 10 على 10. طبعا انت بتقولون من هو انت عشان تعطي رايك، هذا رايي الشخصي. شكرا لمتابعتكم، اتمنى انكم استفدتوا. انشر الفيديو وسوي سبسكرايب، وبصراحه الكلام بدون ما استر قدامي كاميرا احس اني نفسيه، ما اشوف شكلي واتكلم احس اني ما ادري. يلا مع السلامه، اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني.